بتصف الأمثال الشعبية بأنها هي مراية الشعوب والأمم، وبتحكي عن عاداتهم وأخلاقهم وتاريخهم، وبتعكس بيئتهم الاجتماعية والطبيعية. والحيوانات والطيور أخذت مكانة بالأمثال الشعبية العربية على اعتبار إنها عنصر مهم بالبيئة. بعض هاي الأمثال فيها مقارنة لأفعال الحيوان بالإنسان، وبعضها قصص حقيقية كانوا الحيوانات أبطالة، وبعضها قصص أسطورية متخيلة بيرددوها العرب من أزمنة طويلة. مين ما بيعرف براقش يلي جنت على نفسها واللي كانت تحرس قبيلة من قبائل العرب وتنبح وقت يقرب غريب على مضارب القبيلة، وبيوم من الأيام هجموا أعداء على القبيلة وكان عددهم كتير كبير، فهربوا أهل القبيلة وتخبوا بمغارة قريبة ودوروا الأعداء عليهم كتير بس ما لقوهم. وقت يأسوا قرروا يغادروا المكان، نبحت عليهم براقش فسمعوا صوتها من المغارة واكتشفوا وجود أهل القبيلة بالمغارة فقتلوهم كلهم ونهبوا كل ممتلكاتهم، ومن وقتها درج مثل جنت على نفسها براقش. بس يمكن القصة اللي ما بتعرفوها قصة مثل، قال له مين علمك الذوق؟ قال له اللي معلق فوق. قصة هالمثل طريفة، وهي قصة خيالية بتقول إنه كان في أسد وذئب وثعلب صادوا غزال. قام سأل الأسد رفقاته كيف بدكن نقسم الوجبة بيناتنا؟ اقترح الذئب اقتراح لتقسيم الوجبة، بس هذا الاقتراح ما عجبه للأسد، فضربوا ضربة طيرته بالهواء وتعلق على الشجرة مقتول. سأل الأسد الثعلب وإنت شو اقتراحك؟ قال له الثعلب الراس لفطورك، الفخاد لغداك، والباقي لعشاك. هالرأي عجبه للأسد وطلع بالثعلب وسأله مين علمك هالذوق؟ قال له الثعلب هالمعلق فوق. وهدول القصتين هنن من كتير قصص أمثال مرتبطة بالحيوانات، وللي مهتمين وبيحبوا هاي المواضيع بيلاقوا كتير من هاي القصص بكتاب الحيوان للجاحظ. واللي بيحب كمان يشاركنا قصة بيعرفها بيقدر يشاركنا بتعليق أو برسالة.